طبعا كلنا عارفين ان المضادات الحيويه ليها دور مهم جدا في التصدي لبعض الامراض والفيروسات، لكن زي ما ليها فوائد كبيره فهي ليها اضرار واضرار كبيره كمان. ده يمكن خلى وزاره الصحه تاكد ان مقاومه المضادات الحيويه بتتسبب في اطاله المرض وزياده مخاطر الوفاه. عشان كده هنسال ايه هي الكوارث المرضيه اللي ممكن تحصل في حاله الاكثار من تناول هذه المضادات الحيويه، ايه انواع المضادات الحيويه اللي الافراط فيها ممكن يسبب مضاعفات صحيه خطيره اخرى في حاله الاصابه مثلا بادوار البرد والفيروسات التنفسيه، هل انزل اطلب من اي صيدليه اي مضاد حيوي ولا لازم استشير طبيب؟ اسئله كتير هتجاوبنا عليها دكتوره غاده علي يونس رئيس الاداره المركزيه لشؤون الصيدله بوزاره الصحه. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير. يا اهلا بحضرتك. اهلا بيكم. الاول برحب بحضراتكم وبرحب بالساده المشاهدين جميعا. هو الصراحة كارثة المضادات الحيوية دي هي يعني حتى منظمة الصحة العالمية بتسميها تسونامي، يعني هي كارثة حقيقية، لأن إحنا دلوقتي بقى في مقاومة شديدة لأنواع كتيرة جدا من المضادات الحيوية، فده ممكن بيعمل بيبقى فيه أمراض إحنا ما بتقدرش تعالجها نتيجة إن في مقاومة، نتيجة ان انا باجي استخدم المضاد الحيوي ومش بكمله، نتيجة ان انا بعمل بيبقى فيه باد هابتس او عادات احنا تعودنا عليها، فبالتالي دي بتفقد المضاد الحيوي قيمته ان هو يعالج لي الادوار اللي المفروض يعالجها. حاجة توضيح كمان، احنا عايزين نعرف ان في حاجة اسمها مضادات الميكروبات. مضادات الميكروبات دي انا ممكن استخدم نوع منها المضاد الحيوي، فده لما يبقى بكتيريا، نوع منها انا بستخدم مضادات الفطريات لما يبقى العدوى فطر، نوع منها الفيروسات لما يبقى العدوى فيروس. فبالتالي هي المضادات الحيويه هو الدارج المضاد الحيوي لان هو ده المتداول اللي الناس بتاخده، فالمضاد الحيوي هو بيقتل البكتيريا، فانا ما اقدرش استخدمه في الفيروس. انا لما بستخدمه في الفيروس امتى بستخدمه؟ لما بعد الفيروس، لما الدكتور او الطبيب بيحدد ان انت محتاج ان في اللي هي العدوى الثانوية البكتيرية، فبالتالي هو ويضيف مضاد حيوي، ولكن هو لا يضيف للعلاج أو كعلاج فيروسي. طيب دكتورة، يعني السيدات في البيوت والأغلب الأعمى بيبقى عنده قناعة كده، يعني هو الدكتور ما عمليش تحليل عشان يعرف ده فيروس ولا بكتيريا، وكده كده هيديني مضاد حيوي، فأنا هنزل أشوف المضاد الحيوي اللي أنا متعود عليه أو اللي آخر ثلاث مرات الدكتور الدهوني مثلا أو اللي جاري قال إنه استريح عليه بدري، وهنزل أطلبه من الصيدلية عادي بالاسم وهاخده، وإن شاء الله ربنا يجعل في إيدي الشفاء وأنا باخده وخلاص وتمام. هل ده وارد إنه يستمر معانا بعد اللي إحنا شايفينه والفيروس اللي موجودة والصحوة اللي إحنا شايفينها والتوعية بمخاطر المضادات الحيوية في حالة عدم الحاجة ليها؟ هو يعني زي ما حضرتك بتقولي فعلا هو دوت اللي بيحصل، بس هو قائم على يعني احنا الاسبوع ده احنا في الاسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية او بمضادات الميكروبات. الفكرة دلوقتي ان الموضوع المضادات الحيوية ده بقى مسؤولية كل مواطن، كل مزارع، كل حد موجود، ده بقى مسؤولية، في مسؤولية طبعا على الدولة وزارة الصحة والجهات المختصة في إنها بتوعي إيه هي الأضرار إيه هي المخاطر، ولكن المواطن عليه دور كبير في إنه يساهم في حل المشكلة دي. مبدئيا هي الإحصائيات اللي موجودة إن في 70,000 بيموتوا سنويا نتيجة مقاومة مضادات الميكروبات. ب2050 لو كلنا ما تكاتفناش وبدأنا نحط حلول وبدأنا نمنع هذا، فهنلاقي ده الاحصائيات بتشير انها هيبقى 10 مليون سنه. فاحنا بنتكلم في ارقام، هل في اغلى من حياه الانسان؟ مفيش اغلى من حياه الانسان. فاحنا بالتالي لازم التوعيه دلوقتي بقت موجوده بشكل كبير وبقت موجوده في كل الجهات، والصحه عامله دور كبير في الجزء التوعوي، والمفروض ان شاء الله هنبقى برده هننزل مع في الجامعات، فالدور التوعيه مطلوب، والمواطن لما بيعرف خطورة الحاجة اللي بيعملها أو إن هي غير سليمة فلا هو بيتراجع. حتى كمان هو الفيزيشن أو الطبيب هو قادر على الدياجنوزز، يعني هو بيقدر يشخص يقول
انت عندك ايه من خلال الاعراض، فبالتالي ده هو المريض يغفل هذا. فما ينفعش المضادات الحيوية تؤخذ اطلاقا بدون استشارة الطبيب، والصيدلي بنستشيره في هاخدها ازاي، الاستخدام الامثل ازاي، هو المستشار الدوائي فيما يخص الطريقه الامنه والمثلى لانك انت تاخدها او بديله. يعني لو مش موجود نشوف الماده الفعاله والصيدلي هو اللي يقرر لنا خلينا ايه متفقين مناسب يعني من خلال الصيدلي. خلينا متفقين ان البديل غير المثيل، يعني هو المضادات الحيويه البديل غير المثيل. خلينا نقول الجمله دي، البديل غير المثيل، يعني المثيل هو بيبقى نفس الماده الفعاله وبيبقى اكتر من شركه بتنتجه، اما البديل هو ليه نفس التاثير الفارماكولوجي ولكن ليس هو. دي معلومه جديده ما كانتش كومن بالنسبه لنا، او يعني انا بالنسبه لي اول مره اخد بالي منها، لكن الصيدلي برضه هو اللي بيحدد ايه اللي يتاخد كبديل، لانه مش طول الوقت بيبقى متاح ان احنا نرجع للطبيب. لا لازم. تمام. طيب الدكتوره برضه جزء مهم في الموضوع ده هو الوعي، ان الناس تكون عارفه ان ده ليه خطوره، سواء بعد فتره من الوقت لو تعبت تاني فاحنا كوننا اجسام مضاده من هذا المضاد الحيوي فمش هيبقى فعال، وزي ما حضرتك قلتي ان نسبه تعرض الناس للوفاه ومخاطر كبيره جدا نتيجه تعود جسمهم على المضادات الحيويه النسبه بتزيد مع الوقت. لفتره من الفترات، وهتكلم عن نفسي مثلا من 7-8 سنين فاتوا، انا فعلا كنت بعتمد هذا النهج، يعني كان اي مضاد حيوي انا رحت كشفت والدكتور كتب لي مضاد حيوي واخدت الكورس وخلصته، لو اتفضل كام حبايه مثلا في شريط، جيت بعد فتره تعبت نفس التعب فكنت باخد نفس، بس طبعا بدون تشخيص، وده كان عن غير وعي. لكن مع الوقت ابتديت اقرا وافهم، لكن على الرغم من وجود الوعي دلوقتي، الا ان وزاره الصحه برضو رجعت تقول ان في دراسات بتقول ان 67% من المصابين بفيروس كورونا بياخدوا المضادات الحيويه بدون استشاره طبيب او بدون وصف طبيب. خلينا نتفق ان الفتره بتاعت كورونا وجائحه كورونا دي كانت يعني حاجة ظهر العالم كله مش لينا هنا، فهو مع الحالات ومع كتر الحالات ومع الناس كانت بتشوفه أو بتسمعه أو كده، يعني احنا الحمد لله بفضل الله النظام الصحي عندنا الحمد لله عدى من هذه الجائحة والدنيا الحمد لله بقت ستيبل. بس هو في وقتها وفي وقت الجائحة هو المريض عنده اعتقاد ان انا لو انا خدت المضاد الحيوي ده انا هلحق نفسي قبل ما ادخل في اي مضاعفات من الاعراض او اي مضاعفات. بعيد عن كورونا ده على طول الناس بتقول كده. فده لا، يعني الوضع بتاع الكورونا مختلف عن بقيه الاوضاع. اي نعم المضادات الحيويه لسه محتاجه توعيه بشكل اكبر بكتير، وده اللي احنا بنعمله دلوقتي، وتوسع كبير عشان نعرف ايه بالظبط الاضرار وايه المخاطر للمريض او لاي حد ان هو يتناولها بدون وصفه طبيه، او ان هو يتناولها ك زي ما حضرتك بتقول كده، انا عندي قرصين في البيت هاخدهم، طب انا هاجلهم للمره الجايه، طب انا خفيت، طب انا هكمل ليه بقى. فالحاجات دي نقطة مهمة برضه عايزين نتكلم عنها. دي هو كورس على بعض مثلا بتبقى لما بيعرف المريض خلاص بيبقى في قناعة. هتفضل في نسبة طبعا على التعود، ولكن بكثرة التوعية، وده بيحصل في حاجات كتيرة وعلى مرور يعني الزمن، كل ما بتزيد التوعية وكل ما بيزيد الوعي. يعني دلوقتي التعامل مثلا مع الكورونا ككونسبت مريض مصري مختلف تماما عن مثلا لما كان في 2020. صحيح. فده يعني بيزيد بزيادة الوعي، وانه يعرف المخاطر اللي هتحصل له لو فضل على هذا الوضع. طيب دكتوره، كان لسه شاذلي بيقول لحضرتك قصه الكورس، مده الكورس بتاعه المضاد الحيوي. البعض بيشوف انه خلاص خف فخلاص مش لازم اكمل الباقي، او يعني هنرمي، احنا خدنا علبتين هنرمي الثلاث حبات ولا الاربع حبات اللي فاضلين. الالتزام بالمده الزمنيه، او ان انا بعد ثلاث ايام احس ان خلاص ما بقاش عندي حراره كفايه وانا لسه فاضلي في الكورس يومين فتمام، او يبقى فاضلي حبيتين فمش هنزل اشتري علبه انتيبيوتيك او علبه مضاد حيوي على حبيتين وارمي بقيه العلبه، ده كله بيأثر على يعني السايكل بتاعه البكتيريا او الفيروس اللي بيتاخد له المضاد، وبيأثر على كفاءه الجسم بعد كده في المقاومه، ولا بيحصل ايه؟ احنا اتفقنا ان احنا المضاد الحيوي هو احنا بنتكلم في بكتيريا مش في البكتيريا طبعا هو الكورس المضاد الحيوي لما المريض بيكشف عند الطبيب
بيحدد الكورس اكوردنج ليه او طبقا للتشخيص او الحاله المرضيه اللي موجوده. وكل حاله مرضيه طبعا في الجايد لاينز وفي الادله الاسترشاديه الفنيه العالميه او المصريه بتحدد انا في المرض دوت المفروض اخد قد ايه عشان ده يقتل لي البكتيريا اللي موجوده. هو انا لو خدتها بتحسن لكن بتفضل كامنه، لو انا ما كملتش طب ما هي هتتحور وهيبقى يحصل لك انتكاسات يعني. اكتر وهتحصل هتيجي بقى بشكل انا لو جيت نفس المضاد الحيوي اخده تاني لنفس هذا النوع مش هيعمل معايا. هي فكره المقاومه اللي حاصله وانواع كتيره من البكتيريا المقاومه كمان الشرسه ده ناتج عن هذا الاتيتيود او هذا السلوك نتيجه تجاه المضاد الحيوي. فبالتالي انا محتاج ان انا امشي على الكورس واخد بالتعليمات ويبقى في المواعيد بتاعته واكمله لغايه ما يخلص الكورس. طيب في جرعه مثلا انا نسيت اخدها، هل ينفع اخد جرعتين في مره واحده؟ الجرعه اللي انا نسيت اخدها هاخدها، يعني انا هاخدها دلوقتي وقت خلاص انا افتكرت فانا هاخدها تمام؟ لكن لو الجرعه دي قربت من الجرعه الثانيه لا انا خلاص باخد الجرعه ديت تمام؟ وبعمل ريسك او اعاده جدوله ثاني، يعني انا خدتها دلوقتي الساعه 6 خلاص فاضل ساعه على الجرعه الثانيه، مش هاخد بتاع السبعه خلاص انا هاخد دي. بس الافضل ان يبقى الالتزام ب ده ما ياثرش في الكورس طبعا عشان احنا عارفين الحاجات دي ليها تركيز. لا يعني الجرعه الواحده يعني طبعا مش هيبقى تاثير، احنا طبعا من البدايه بنقول ان لازم يبقى فيه الالتزام، لكن ما ينفعش ان انا انسى واحده والتانية فتبقى كده اهوت يبقى تاثيره سلبي. الوضع في بعض الاحيان بيتقلب بالعكس، زي ما في ناس بتستسهل انها تاخد المضادات الحيويه بقى في بالذات الامهات الجداد اللي لسه مع اول اطفال وبيحاولوا انهم يثقفوا نفسهم ويطلعوا ويشوفوا المجلات المختلفه الاجنبيه او المواقع الاجنبيه بقى عندهم هلع من المضاد الحيوي، يلاقوا دكتور اطفال يكتب مضاد حيوي يقول لك لا انا مش هروح عند دكتور ده تاني ده بيدي مضاد حيوي، خلينا نروح نشوف دكتور تاني. المضاد الحيوي ما هوش سم. فعايزين نعرف بس بقى في برضو شكل اخر بدل ما في ناس بتستسهل بقى في ناس عندها هلع من استخدام المضادات الحيويه. يعني هو الشكل ده هو زي ما قلنا هو قائم على التوعيه، يعني اللي يخاف ده افضل من اللي عمال بيسبب في زياده المقاومه يعني فوري، وهي كده 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 الام يعني حتى يعني لو راحت لدكتور وكتب لها وهتروح للتاني هيبقى نفس التشخيص، فبالتالي هي بيبقى زي تأكيد أو زيادة تأكيد، هي الأم بتبقى عايزة تتأكد، فده مع التوعية هيبقى فيه إن شاء الله المفاهيم ديت هتتظبط. وإن شاء الله وزارة الصحة صراحة عاملة مجهود كبير خلال الأسبوع ده في الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية مع المرضى الخارج المترددين على العيادات مع الفريق الطبي، الصيادلة قايمين الصراحة مراكز المعلومات الدوائية والصيدلة الإكلينيكية وكل الصراحة الفئات اللي هي المنوط بها التوعية عاملة توعية بشكل كبير في هذا الأسبوع. وإن شاء الله برضو برعاية معالي الوزير أستاذ دكتور خالد عبد الغفار هيبقى في إطلاق حملة الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية في مستشفيات وزارة الصحة، ودي إن شاء الله هتبدأ من فعاليتها من الأسبوع الجاي. عظيم. ودي بتستهدف طبعا التارجت الصيادلة في المرحلة الأولى وإن هما إزاي يتعاملوا مع المضادات الحيوية كزيادة من الوعي وإزاي يتعاملوا مع المرضى في الفترة الجاية. طيب أنا كنت عايز أعلق بس في خوف الأمهات على أطفالهم من استخدام المضادات الحيوية أو يروح لدكتور تاني ما يكتبش مضاد حيوي. في اعتقاد بيقول إن هي بتؤثر على مناعة الأطفال، هل ده صحيح؟ هو المضاد الحيوي كتر استخدامه هو شيء طبيعي إن هو هيأثر على المناعة، لأن المضاد الحيوي هو مضاد للبكتيريا، فأنا ما أنا جسمي برضو فيه بكتيريا نافعة، فقد يؤدي إلى قضاء على البكتيريا النافعة، قد يؤدي إلى خلل في الجهاز المناعي. وعايز أخلي الجسم هو اللي يقاوم. فأنا يعني الساءة للمضاد الحيوي، عشان كده المضاد الحيوي أو الأدوية عموما بشكل كبير هي المفروض ليها تعليمات، هي الدواء للداء فليه طرق معينة للاستخدام، عشان كده في علم الصيدلة بتخصصاتها والامتداد اللي حصل فيه بقى تخصصات
بقى في عندي للرعاية، في العمليات، في الأدوار، في التخصصات مختلفة موجودة. علوم الصيدلة امتدت عشان الدواء طريقة استخدامه والطريقة المثلى، ان انا في الاخر انا اوفر دواء، لكن في الاخر خدته غلط، مريض طبعا حصل له اي حاجة، فانا في الاخر استفدت ايه؟ فالبراكتس او العملي او التطبيقات العملية، انك ازاي تستخدم ده صراحة علم كبير، والحمد لله ان احنا يعني بقى في مجهودات كبيرة خاصة بيه. التعاون مع طبعا مع الاطباء ومع الفريق الصحي موجود في المستشفيات. طبعا كل الشكر ليكي دكتوره غاده علي يونس، رئيس الاداره المركزيه لشؤون الصيدله بوزاره الصحه، نورتينا. اهلا وسهلا. شكرا، اشكر حضرتك.